السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برج العذراء، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد الاستخارة هنشوف رسالتك بتقول لك ايه، ان شاء الله رسالة خير وهتكون من نصيب اخواتنا في الله اللي دعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، هنشوف رسالتك بتقول لك ايه. بتقول لك الصورة الخاصة ليك صورة النمل، صورة النمل الصورة ليك طلعت لك. هنشوف الملح الروحاني بيقول لك ايه، فضلا وليس امرا انزل في التعليقات صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، حبايب قلبي انزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. شايف هنا ديالك فرحة، ديالك فرحة بإذن الله تعالى، وديالك رزق، ديالك السعادة، مكتوب لك السعادة، بس انت هنا معصب نفسك كتير وبتفكر كتير، وكأن شايفك يعني بتلوم نفسك على أمور حاجات كتيرة، يعني بتلوم يعني نفسك. في أشخاص حواليك مش كويسة، لكن رب العالمين هينجيك. مكتوب لك الرزق دايلك، الرزق دايلك، وهيتكتب لك الرزق الفترة اللي جاية. في عندك اتصال، يعني شايف هنا عندك اتصال على حد بتشكي ليه مشكلة حصل بينك وبين شخص. احذر الفترة دي من بعض الخلافات اللي هتحصل في عتبة البيت، او في خلافات هتحصل في بيتك او عندك، في خلافات هتحصل، فاحذر وكن حريص، كن حريص. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا يعني، شايف هنا هتكون يعني بسبب المشاكل دي، هتكون بسبب الكلام وسبب الجيل والجال والحكا والكلام ده. عندك القدرة انك تتحمل المسؤوليات، بس مش هيكون عندك القدرة انك تتحمل خبث الاشخاص معاك. شايف هنا يعني بيجي لك حاجة هدية، ويجي لك حدا هدية في تليفون، ومن بعدها بعد ما تسمع خبر بالتليفون ده من بعدها بتسمع رزق حلو. عندك هنا ضغط نفسي وعصبي الفترة دي، حتى انا شايفك هنا بتعاني بقلة النوم خلال الفترة اللي جاية. عندك مشكلة حكومية، اوراق حكومية، او حد مسدون، او عندك قضية او حاجة تخص الحكومة، في اوراق او مشكلة او حاجة تخص الحكومة بتخلص على خير، بتخلص معك على خير باذن الله وسلام. في عندك هنا ضيق، او عندك ضيق خانقك تعبك راح ينزاح باذن الله تعالى. في ضيف دايلك، ضيف دايلك من مكان بعيد، وكأنه يعني بيحمل الخير وهو جاي. حاول هنا تستغنى عن الاشخاص اللي بتحطك في امور مش هتفيدك. في عندك وحده ست، الست دي مش كويس، احذر منها، احذر منها. رب العالمين هيقف معاك ومش هيخذلك ابدا ابدا. دايما هنا بقول لك ان حواليك اشخاص منتظرين منك الغلطه عشان يشمتوا فيك. عندك استغلال عاطفي، فيا ريت ما تفتحش قلبك لأي شخص إلا يستحقه هيكون في حياتك. شايف هنا حد عايز يأذيك وعايز يجيب لك المتاعب، عايز يجيب لك التعب. عندك مبلغ مالي، مبلغ مالي كويس دايلك. شايفك هنا شخص سبب يعني حماقته وتصرفاته معاك هو السبب، ده مش كويس الشخص ده. عندك هنا شخص هيفتش في حاجات، او هيفتش لك في حاجات وانت غايب. شايفك هنا بتكشف شخص بيكذب عليك، بيكذب عليك عشان يستفيد منك، وكأن شايفك هنا رامي حمولك على رب العالمين. بتتنصف قدام شخص وفي عندك موضوع بتمشي فيه بيفشل معاك، لكن انك ملت فيه نجاح كبير ليك، في نجاح عندك كبير، فيه نجاح عندك كبير. انت هنا محتاج تعطي نفسك وقت من الراحة والاسترخاء. عقلك الفترة دي زايد في التفكير، امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها تسمعها الفترة اللي جاية، بقدر يعني بقدر مستهدي نفسك. رب العالمين هينصرك في يعني كتير امور حواليك انت فاقد فيها الامل، بس يعني الامل عند ربنا موجود.
بص هنا عندك صراع داخلي، شايف عندك صراع هنا داخلي ما بين تنسحب من شخص بيوجعك في فتنة وما بين انك مستني الوقت عشان تعرف تاخذ حقك. الموضوع المادي عندك هنا اللي جاي رايح قد ما بتجري على لقمة عيشك، قد ما انا شايف ان عندك مسؤوليات، عندك مسؤوليات كبيرة وكترتها زادت عليك. وهنا لما بنحتاج الحاجة بتطلب يعني ما بتلاقيهاش، ولكن هنا يعني مش يعني هيكون في مقابلة في شايف فيها، فهيكون في هنا مقابلة عاطفية بتتحدد فيها مسيرة أو أمور معلقة بينك وما بين شخص. هتسمع من شخص كلام بيزعلك لجرد كبيرة، وفي عتبة البيت هنا هتقابل النميمة والفتنة، اتنين اوقات هنا يعني اوقات بيحصل بينك يعني ما بينك وما بينه شخصيا مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في شخص يعني من طبعه الكذب وكلامه معاك لا يقدم ولا هيأخر. انت هنا تعبان كتير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك، السعادة مستنياك، مناسبة حلوة بتحضرها. وعندك هنا شخص يعني الشخص ده بيستشفى من تعب صحي، محتاج هنا هيكون عندك الصبر على كتير أمور. شايف عندك اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كتير أحداث بتحصل معاك حتى تتجاوز المرحلة دي. شايف بدون قلق وإرهاق الحبيب هيكون معاك، في يعني شايف هنا في وضع توتر ومتطلبات هتكون يعني هتكون كتيرة الفترة دي. في إنسان رقبتها طويلة هتدخل بينك وما بين الشخص في كلام، وهتصير الجدل بينكم، يعني شايف هنا متوزع عليك شخص انه بيتجسس عليك في كل امورك. عندك تعب صدر ومعدة وترهاق وخنقة وضيق، واكتر حدا المشاكل اللي بدون سبب، عندك النفور تعبك، عندك وقف حاد، هاي من السحر اللي عندك، عندك السحر تعبك قوي معارك لك حدات كتير. شايف عندك فرصة شغل بتجيلك بتفرح فيه، عندك سفر داخل البلاد، عندك محكمة ربنا هينصفك فيه. شافك هنا تقعد مع شخص مهم، بس بعد عن السلف، تسلف فلوس او تتسلف فلوس، الخير جاي لك، الخير جاي لك، ولو فين مطروح الخير جاي لك بإذن الله تعالى. شايفك هنا عندك تبرير لأشخاص في الكلام، وانا بقول لك هنا يعني ما تبررش الأشخاص لا وجود يعني لا وجودك يعني في حياتهم منفع، لا وجودك في حياتك يعني منفع، ولا وجودهم في حياتك منفع برضه. بقول لك عندك هنا شخص يعني الشخص ده بيخنقك من طريقة حديثه معاك الفترة دي. شايف ان انت يعني هتعاني بحالة عاطفية غير مستقرة، في يعني شايف هنا ظروفك المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة اللي جاية الوضع المادي هنا معاك هيتحسن. شايف هنا أشخاص هنا هتاخذ أو هتاخذ منك موقف بسبب الغيرة، واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية. في أشخاص حاسدينك لدرجة كبيرة، وأنا شايف عندك هنا النصر من رب العالمين، عندك النصر من رب العالمين. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا احبابنا في الله، ادعموا الفيديو واللايك اخواتنا في الله، فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف. في اشخاص حاسدينك، الاشخاص ده حاسدينك لدرجه كبيره، الاشخاص ده حاسدينك لدرجه كبيره، وانا شايف عندك هنا نصره، نصره في شخص او في ناس او في اشخاص ظلموك في الكلام وهيقولوا عليك. عندك هنا شخص مهم كان ليه معزة جوه قلبك، لأن هنا شايفك إنك متردد تاخذ خطوة اتجاهه، مكالمة تليفون أو رسالة هتديلك، بس هنا هتبص فيها ومش يعني مش هترد عليها. في عندك وحدة ست تصرفاتها معاك هتكون مش عاجباك،
وفي نفس ذات الوقت مش هتكون قادر تتكلم او تعبر. في فرص السفر ديالك، فرص السفر ديالك، واحذر من التجسس عليك من اشخاص حواليك. اشخاص حواليك هدفهم منك انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك او يتعبوك. عندك هنا شعورك تعبان، رب العالمين هيقف معاك. وفي موضوع يعني شايف موضوع خصام او مشكلة مع حد، انت معطي كثير يعني واقف عطائك للزايد للناس عن اللزوم. عندك موضوع محكمة او قضية مش هي يعني مش مرتاح. في عندك شخص انت يعني هتقدر تخرصه برضه، هتخرص وتوقف عند حده وبردك عليه. الرزق جايلك قريب، الرزق جايلك قريب وهتنبسط بيه جدا. في بلوك بينكم وبين شخص هيحصل يعني هينفك. في عندك هنا زيارة لدكتور، حتى انا شايف هنا يعني بتروح عند دكتور او بتتابع عند دكتور، متابع عند دكتور. في شخص بيجي لك منه خير وبيفرح قلبك، بيفرح قلبك. احذر من المحتالين والمنافقين، وحاول تتجنب الاشخاص اللي بتغير منك. حاول تتجنب الناس دي اللي بتغير منك، اللي بتتمنى لك الشر، اللي تيجي قدامك تعمل نفسها ان هي بتحبك وبتتمنى لك الخير. حاول تبعد عن الناس دي. في المرأة دي بتكرهك وانت مخدوع، هتنصدم لما تعرفها. احذر المكيدة عشان ما تقعش فيها. في شيء هنا هيحصل لك هيغير حاجات كثيرة في حياتك. استعد للفرحة. انت مش مضغوط عاطفي او تعبان او حصل مشاكل كثيرة بسبب السحر. البعض منكم ترسيم علاقة وشاف قرار زواج، في قرار زواج. وللمنفصلين هنا يعني اللي انفصلوا بسبب السحر، الشريك يعني السابق بيعيش اقصى حالات الندم على فراقك. شايف بداية جديدة وأمل عاطفي جديد في مواقف يعني هتكون كويسة. شايف للبعض هنا مبلغ مالي بعد أيام. للبعض هنا تريد الارتباط ولكن في عراقيل من أهله، من أهل الشريك. في شخص هنا يفكر فيك طويلا ويتأمل صورك وأنت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا القبيل. صادق شعورك لهذا الشخص. شايفك تفكر في شراء شيء جديد، شراء منزل، شراء سيارة، شراء مسكن، شراء بيت، بتفكر في شراء حاجة جديدة. إن شاء الله تتم على خير بإذن الله تعالى. كثر تفكيرك، لا تدعك تنام بالسلام، اترك الأمور بيد الله وستنحل أمورك. خروجك يعني من فترة طويلة صعبة، شايف حب جديد يطرق قلبك. البعض هنا كلام كثير بيتقال عليك وانت عارف الشخص ده، بس انت يعني مش هنا، مش في دماغك، مش حاطه في دماغك. في صلح مع وعتاب ما بين زوجين، ما بين زوجين في صلح وعتاب، بعد عتاب في صلح ما بينكم ان شاء الله. بسم الله كاش. شايف هنا عندك خروج شيء من بيتك، خروج السحر باذن الله راح تخرجه ان شاء الله. العتبه الجديده فيها الراحه ليك، فيها السعاده. العتبه الجديده في مبلغ كبير وفكر عندك شديد، بس انا شايف هنا حبيب محتار وغيران ليك، حد مشتاق ليك وعايز يوصل لك. انت على موعد مع ضحكة من القلب. في فرحة في قلب بيتك، خطوبة ليك او فرحة بنجاح لاطفال، في بشرة نجاح في قلب بيتك او بمولود جديد باذن الله تعالى. وطريق السفر مفتوح قدامك. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ونشوف رسالتك بتقول لك ايه. ان شاء الله الرسالة هتكون من ضمن احبابنا اللي دعموا الفيديو باللايك. بسم الله كاش. يعوضك الله بما يليق بقلبك، هيعوضك ربنا بما يليق بقلبك. امين يا رب العالمين.
اتمنى من احبابنا في الله يكونوا دعموا الفيديو باللايك ويكونوا نزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه او من قرين او اي شيء، دخل القناه جميع العلاجات باذن الله تعالى، والرقم امامكم. اللي حابب يتواصل معنا واتس يتواصل معنا يشرفنا في العلاجات. ان شاء الله نكون في حسن ظنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتظرونا كل يوم في جديد للأبرار.